عمرك سمعت عن نبات بيعالج مرض الديسنتريا؟ ده مرض خطير، يعني ما حدش عنده شك في الكلام ده. الديسنتريا والتيفود لو اتملكوا من طفل بيقضوا عليه، والنجا منهم بينجى بعاهة مستديمة. يفقد بقى حاسة السمع، يفقد حاسة البصر ممكن. وغير كده ان النبات بيستخدم في صناعة العطور، وله منظر، يعني زي ما انتم شايفينه في الصورة قدامكم كده، منظر جمالي رائع جدا. لو عايز تعرف تابعني بعد الفاصل، ورجعت تاني لكم بعد الفاصل، واحنا ان شاء الله بإذن الله اليوم هنتكلم او هنتحدث عن نبات الريحان. زي ما قال ربنا في كتابه العزيز: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، الريحان من أحسن ومن أجمل النباتات الموجودة على وجه الدنيا، والنبات عشبي طبعا زي ما شكله ببين قدام حضراتكم في الصورة. دي السنبلة حمراء، يعني دي البذور بتاعته، أو الزهور بتاعته حمراء، في زهور خضراء، والأوراق بيبقى لها رائحة جميلة جدا، يعني رائحة شظية، حتى شظها بيملى المكان كده. طيب، ايه هو بقى نبات الريحان؟ قلنا نبات شجيري صغير، يعني طوله اقصى طوله 2 متر، 2 متر طول. طيب، ايه هو بقى الجزء المستخدم؟ الجزء المستخدم الاوراق والبذور. الاوراق اللي حضرتك شايفها في الصوره قدامك، والبذور اللي هي في الزهور بقى، اللي هي البنفسجي او الحمراء اللي قدام حضرتك دي، او القرمزيه دي. طيب، ايه الماده الفعاله بقى الجباره اللي في الريحان دي اللي تخليه يعالج مثلا نبات زي يعالج مرض زي الدوسنتاريا؟ ماده ايه هي بقى؟ حد توقعها كده؟ الماده اللي معانا في الريحان ماده الاوسي مين، ماده الاوسي مين او زيت الاوسي مين. ونسبة هذا الزيت في الريحان 5%. طيب، هل الريحان الريحان بيستخدم في صناعة ايه بقى؟ الريحان اولا بيستخدم في صناعة العطور، دي اول حاجة. يبقى الياسمين والريحان اول حاجة لهم على مستوى العالم، وبالذات في دولة فرنسا مثلا في العطور، وفي اجود انواع العطور كمان، مش اي عطور لا. طيب، تاني حاجة بيستخدم طبعا كتاب. تالت حاجة يعالج الإسهال المزمن، وقلنا في أول حاجة عالج الديسنتري، دي مفروخ منها، سواء مغلي البذور أو مغلي الأوراق يعالج الديسنتري. طيب، يعالج السعال ومزيل للمغص، مسكن لالتهابات الاعصاب، مسكن مش بيعالج. لان احنا قلنا امبارح او في الفيديو السابق في الحصل بان، قلنا انها بتعالج ضعف الاعصاب، لا ده بيعالجش، ده مسكن. طيب، ازاي ازرع بقى نبات الريحان؟ انا قلت دلوقتي هو بيعالج ايه، ونسيت اقول حاجه، طبعا طرد للغازات. ماشي، نبات الريحان بقى بيعالج ايه؟ بيتزرع ازاي؟ بطريقتين. اول طريقه بالبذور، ودي طريقه ناجحه 100%، بس تزرع البذور في الصيف في بدايه شهر مارس او في منتصف شهر مارس، في منتصف شهر مارس وشهر 4 اللي هو شهر 3، شهر 4 وشهر 5 يزرع فيهم البذور. وبيزرع برضه بالعقله، بالعقل الوسطيه او العقل الطرفيه برضه في اشهر الصيف. ما بتحتاجش بقى ابيات زجاجيه ولا الكلام ده، ولا بيحتاج صوب محميه ولا الكلام ده. الجو الحر العادي خالص اللي موجود عندنا في القطر المصري او في الاقطار العربيه الشقيقه، وبيطلع نبات الريحان، وبيبقى حاجه فيش بعد كده. عقله وسطيه طولها من 10 ل 15 سم، او عقله طرفيه طولها حوالي 4 سم، وتزرع، ونتيجه بتبقى ناجحه 100%. وفي النهايه اشكركم، وبشكر كل متابعينا الجداد والقدامى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.